وابعاد هذه الزياره وتوقيتاتها وتفاصيل اخرى اكثر هيكون معانا الدكتور طارق فهمي. دكتور طارق صباح الفل عليك. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. صباح النور. وابعاد وتفاصيل ووقفه في البدايه مع توقيت زياره الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه الى مصر في هذا الوقت. هو طبعا تعلمي انه التنسيق المصري السعودي يمضي في اطاره، وهناك طبعا توافقات في ملفات اقليميه وثنائيه، لكن طبعا الزياره تكتسب اهميه كبيره في هذا التوقيت. انا اعتقد لعده اسباب. اول سبب انه هناك ترتيب لاعمال القمه العربيه التي ستجرى في الرياض نهايه هذا الشهر، ومن الطبيعي ان يكون هناك تنسيق مصري سعودي في هذا المستوى. الامر الاهم ايضا هو قرب قيام الإدارة الأمريكية بإصدار مشروع سلام. هناك أحاديث كثيرة أنه ربما سيتم خلال فترة وجيزة، وأنه من الضروري أن يحدث تنسيق مصري سعودي حول هذا الأمر، وأيضا في الخلفية للاتصالات التي تجري مع الأردن بشأن التعامل مع هذه الأفكار الأمريكية وحساباتها وتقديراتها. أيضا هناك تطورات في ملف الأزمة القطرية. حضرتك تعلمي أن الدول الأربعة المقاطعة بعد المهاترات التي أطلقها الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان منذ أيام، دفع الدول الأربعة المقاطعة إلى إصدار بيان وتحديد أيضا الموقف السياسي المباشر تجاه قطر في هذا التوقيت، بالإضافة طبعا للقضايا الثنائية بقى اللي هي محل التوافق المهم. هناك طبعا مشروعات سعودية في مصر، خصوصا يعني تم الإعلان عنها في سيناء مؤخرا زيارة السيد الرئيس، وأيضا التوافق بشأن العديد من الأمور المتعلقة بمذكرات التفاهم بين الرياض والقاهرة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك. زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان إلى مصر في هذا التوقيت مسببات كتير طرحها ضيوفنا عبر الهاتف، وبنتكلم عن أيضا العلاقات المصرية السعودية، بنختلف في ملفات لكن بنتفق في النهاية على قوة هذه العلاقة ومتانتها واستمراريتها. ومصر والسعودية القطبين الأكبر في الوطن العربي، بنتكلم عن إذا تكلمنا عن ميزان الوطن العربي فنتكلم عن مصر والسعودية، الداعم الأكبر للوطن العربي والقطبين الأكبر، ومصالح قديمة قدم الدولتين مستمرة حتى الآن، علاقات إخاء ومودة لفترة طويلة بتتذبذب في الملفات. المصالح بتتفق في شيء وتختلف في شيء، لكن المصلحة الخاصة بالبعد والأمن القومي المصري والسعودي والعربي بتجمع الدولتين دائما. إن شاء الله هذه الزيارة هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله تفاصيلها، وكلنا واقفة في أبعادها، وهنشوف البيانات اللي هتصدر من رئاسة الجمهورية بخصوص الملفات اللي هتطرح. بعيدا عن تصورنا بنطرح التصورات والمتخصصين بيطرحوا التصورات، لكن دايما بننتظر البيان والرأي الأخير من رئاسة الجمهورية بخصوص الملفات اللي هتطرح في هذا الموضوع. إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم هذه الزيارة وأبعادها، ونشوف الملفات المطروحة والبعد الاقتصادي، ودايما المواطن بيهتم أكتر بالبعد الاقتصادي. شوف مع حضراتكم البعد الاقتصادي لهذه الزيارة. أروح معكم لحاجة تانية، والتضامن